يستعد مكتب فضائية نورسات في الأردن لتنظيم صلاة من أجل وحدة المسيحيين، حيث تقام هذه الصلاة للسنة السابعة على التوالي، وتأتي هذا العام تحت رعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن بعنوان يمينك يا رب قديرة قادرة، داعين الجميع لمشاركتنا الصلاة يوم 24 من الشهر الجاري في كنيسة العذراء الناصرية للاتين. تفاصيل أوفى حول تاريخ احتفال أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين في التقرير التالي. هذا اللقاء المسيحي العظيم في كل طول العبادة، ولينصر الله كنائس الأردن في كل ميادين الحياة. تحيي الكنائس الرسولية في جميع أنحاء العالم أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين للفترة بين 18 و25 من شهر كانون الثاني الجاري، حرصاً منها على الاتحاد دوماً بمن هو منبع إيماننا جميعاً وهو يسوع المسيح، معبرين فيها عن محبتهم وتمسكهم برسالة السيد المسيح الخلاصية، لنعبر عن إرادتنا أن نحقق طلبة رب المجد يسوع عند قوله ليكون الجميع واحد. تعود جذور أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين إلى منتصف القرن 19، واحتفل بها للمرة الأولى في سنة 1908، ثم منح البابا بيوس العاشر بركته لهذه المبادرة في السنة التالية، لتعلو الأصوات لاحقاً داعية إلى أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين. قام المكتب على مدار سنواته القليلة بعدد من المبادرات التي لقيت استجابة سريعة لدى الشارع العام والمجتمع، فمنذ سنوات وهو يحمل على عاتقه إقامة صلاة الوحدة بين الكنائس. وقد اختير هذا الأسبوع لأن الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى تنصيب القديس بطرس في 18 من كانون ثاني، واهتداء القديس بولس في 25 من الشهر نفسه. وقد اختير هذان الرسولان عمودي الكنيسة بسبب الوحدة التامة بينهما في الإيمان والمحبة. أشكر الله أولاً على محبته وعطاياه، والشكر أيضاً لجميع الذين لبوا نداء الدعوة للصلاة من أجل وحدة المسيحيين في العالم أجمع. عام 2004 اتفق على طبع نص الصلوات تحت شكل موحد يوضع في متناول كل الكنائس والجماعات المسيحية، واحتفل سنة 2008 باليوبيل المئوي لولادة أسبوع الوحدة في العالم. قبل موته صلى يسوع المسيح من أجل تلاميذه كي يكونوا واحدا، ونحن خلفاء الرسل نصلي مع المؤمنين من أجل أن نبقى واحدا كما طلب منا ذلك الرب يسوع. بهذه الوسيلة نحقق صلاة رئيس الكنيسة الأوحد التي نطق بها قبيل صلبه، ليكون الجميع واحدا كما أنك أرسلتني أيها الآب في وأنا فيه، ليكون هم أيضا واحدا فينا، ليؤمن العالم أنك أرسلتني. تلتقون للصلاة من أجل الوحدة بين الإخوة الذين ينبغي أن تربط المحبة بين قلوبهم لتكون كنائسنا ملتقى للحقيقة والحب والسلام. إن كل مسيحي مدعو للعمل من أجل تحقيق وحدة الكنيسة، وكما يقول القديس بولس: أناشدكم أنا السجين في الرب أن تسيروا سيرة تليق بالدعوة التي دعيتم إليها، سيرة ملؤها التواضع والصبر. ونأمل من خلال هذه الصلاة أن يلهمنا الروح القدس لأن نسعى من أجل الوحدة دائما، فالروح قادرة على تحريك التنوع والتعددية وعلى صنع الوحدة. أسبوع الصلاة من أجل الوحدة المسيحية هو وقت مميز لنصلي ولنتلاقى ولنتحاور
وهو مناسبة لنتعرف بالقيمة والغنى الموجودين عند الآخر، ولنطلب من الرب هبة واحدة. حيث تتجلى الوحدة في المحبة، والمحبة في التلاقي، والتلاقي أن نكون واحدا في محبة المسيح التي تحثنا.